سي سفيان توبال 12 دقيقة تفضل. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سيد رئيس الحكومة، سيدات والسادة أعضاء الحكومة، مرحبا بكم تحت قبة هذا المجلس. كتلة حركة نداء تونس كانت القوة الداعمة والمساندة لحكومتكم منذ الجلسة الأولى التي منحكم فيها المجلس الثقة يوم 26 أوت 2016، وقت اللي كانوا اللي ساندوا فيك توا ينقزوا من شخص لشخص في نداء تونس، ثم من حزب لحزب، ثم من كتلة لكتلة، وما زالوا بيزيدوا ينقزوا. ورغم الحملات من بعض المقربين منكم للتشكيك في دعمنا ومساندتنا منذ اليوم الأول، إلا أننا كذبنا كل هذه التهم، إيماناً منا بأن كل النقاط التي كانت في وثيقة كارتاج الأولى ستكون الحل للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا منذ فترة. لكن للأسف نجح المحيطون بك سيد رئيس الحكومة بفرض أفكارهم وطريقة عملهم الغير تشاركية، وجاءت الأزمة السياسية اللي في الوقت هذا صار إعداد مشروع قانون المالية. بالنسبة لنا هذا القانون غير تشاركي لأنه لم يقع استشارة حركة نداء تونس في صياغته بطريقة جدية، واكتفت الحكومة بجلسة وحيدة قدم من خلالها السيد وزير المالية المشكور الخطوط العريضة للمشروع في إطار الإعلام. لهذا باش نغتنم هذه الجلسة لتقديم ملاحظاتنا حول هذا المشروع. أولاً، المعروف أن الميزانية في تونس ديما تقوم على ثلاثة فرضيات أساسية اللي هي نسبة النمو المتوقع، سعر برميل النفط المتوقع، وسعر صرف الدينار. بينت التجربة منذ 2011 أن تقديرات الميزانية لهذه المؤشرات كانت دائماً خاطئة، وهو ما يضطرنا في كل سنة إلى إقرار قانون مالية تكميلي لتعديل هذا الخطأ التقديم، ونتوقع كالعادة أن الأمر سيكون كذلك في 2019، حيث أن مشروع المالية الحالي لم يتضمن سعر صرف الدينار، وهي فرضية أساسية بالغة التأثير على ميزانية دعم المحروقات وخلاص الدين، حيث أن التغيير بعشرة مليم في سعر الدينار عنده تغيير كبير في المقاربة وفي أعداد الميزانية. إذن نحن أمام ميزانية تعتبر منقوصة. أيضاً سيد الرئيس، حددت الميزانية سعر 75 دولار للبرميل، في حين أن كل التقارير تشير أن سعر المتوقع سيكون مغاير بكثير حسب ما يفيد به الخبراء، أنه صعيب كان يتجاوز 70 دولار. سبق الحركة نداء تونس خلال السنوات الأخيرة أنها قدمت العديد من المقترحات العملية بخصوص الحد من النظام التقديري والاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الضريبي وغلاء الأسعار ومسالك التوزيع، إلا أن هذه الإجراءات وقع تجاهلها. وذكرنا سي مصطفى بن أحمد بالمرحوم سليم شاكر. أنا نتذكر في هذه الجلسة في المصادقة على قانون المالية 2015 و2016، وفي علاقة ببعض الفصول اللي صوتنا عليها، كان ثم علاقة مع إقرار الضريبة الدنيا على المهن الحرة التجارية، وكان ثم الحد من المعاملات النقدية. ونحب نتسائل كيفاش ما طبقناش لكاس أوريجستروز اللي صوتنا عليها على اساس باش يكون فما ربط مع مصالح وزاره الماليه. نحب نتساءل وين هي الشرطه الجبائيه الى اخره. كل هذه فصول صوتنا عليها في قوانين سابقه لكن لم يقع تنفيذها وما صدرتش الاوامر الترتيبيه لها. مع ذكر المرحوم سليم شاكر ايضا ما ننساش اللي نصلح السي مصطفى اللي يقول احد اعضاء المعارضه اللي كان مطلبه، بالعكس هذا كان حلم سليم شاكر لان كان موجود في النظام في البرنامج الانتخابي لحركة نداء تونس، بنك الجهات. لكن سيد الرئيس، الهدف منه بنك الجهات هو الدفع بالتنميه في الجهات الداخليه خاصه منها وتقريب الخدمات، لكن ليس بالصيغه اللي نعتبرها مشوهه الموجوده في هذا القانون، انه باش تكون العلاقه موجوده الا في المركز وما فماش بعض
الفروع، هذا حسب التقرير الموجود. لا، خاطر التقرير، التقرير اللي عنا فيه مركزي بالجهات. سيد الرئيس، المتأمر للسطر الرابع في العنوان الأول لنفقات التصرف، اللي نفقات التصرف الطارئة السنة نلقاوها 496 مليار، وفي العادة سيد الرئيس اللي نعرفوه إنها ما كانتش تجاوز 150 مليار. المصاريف الطارئة ذي علاش تحط في الميزانية؟ تتحط لتفادي تغيير سعر البترول كان يصير، كما عم نقول وقت اللي حطينا سعر البترول 54 دولار لكن وقع الارتفاع، لكن كما ذكرت بكري اللي سعر برميل البترول لن يتجاوز 70 دولار حسب التقارير. إذن الصندوق بتاع نفقات التصرف الطارئة ظهر لي فيه كمية كبيرة، هذه بتاع 496 بخلاف اش باش يفضل كي سعر الدولار، سعر البرميل ما يفوتش 75 دولار. نحبوا نعرفوا الأموال هذه وين باش تمشي، خاصة ان كنا نفضلوا ان في الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل بعد ما صارت مفاوضات مع القطاع الخاص وبعد ما صارت مفاوضات وارتفاع وإيجاد حل مع القطاع العام بقات إلا شريحة الموظفين العموميين، علاش ما كناش نتصور إذا فما إكسي لهنا في البيجي ما نلقاوش حل مع الوظيفة العمومية. في البارتي الأخرى متاع القانون المالية، لا يجب أن يكون القانون المالية السنوي معزولاً عن المخطط التنمية الخماسي. مع الأسف أتى المشروع الحالي مفصولاً تماماً عن المخطط، رغم الأموال الطائلة اللي صرفناها على المخطط، ورغم السهر الليالي اللي عديناه في مجلس نواب الشعب لهنا باش صوتنا وعدينا المخطط الخماسي، جي القانون هذا في عزلة على المخطط الخماسي. لكن ظهر لي هنا ما ناخذوش بعين الاعتبار التصويت في الجلسات العامة، وما نجمش لهنا ما نجبدش عدم الاستجابة للتصويت لعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. سيد الرئيس، نذكرك أنه في الجلسة العامة الخاصة بطلب التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة لم يحظى بموافقة هذا المجلس، ووقع إعلامكم من طرف رئيس المجلس بمراسلة بتاريخ 21 مارس 2018 قصد التفضل بالإذن باتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن يخرج لنا بيان مشترك بتاريخ 24 مايو 2018 كان بمثابة الصدمة. مجلس نواب الشعب هو السلطة الأصلية سيادة وتشريعا، أعطى الدستور والقانون الأساسي للعدالة الانتقالية اختصاص التمديد من عدمه مجلس نواب الشعب دون سواه، ولا مجال أن تستمر هذه الهيئة المنتهى صلاحياتها بمواصلة العمل، ولا يعقل ألا تصرح الحكومة تأسيسا على ذلك بعدم قابلية الاتفاق السابق مع الهيئة. القانون أعطاها 4 سنوات صرفت عشرات المليارات، ماذا قدمت للعدالة الانتقالية؟ نعتبر أن العدالة الانتقالية فشلت في تونس، والسبب هي هيئة الحقيقة والكرامة. في نداء تونس احنا ماناش ضد العدالة الانتقالية، وكما سبق وقلنا احنا مصرين على أن نقدم مشروع قانون أساسي لاستكمال العدالة الانتقالية بعد ما ضيعنا 4 سنوات وخسارة على المجموعة الوطنية، وما قدرناش باش نحقق مصالحة وطنية شاملة بكل صدق نظرا لأنانية البعض. شعوب أخرى في 6 أشهر أنهاوا العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية ما هيش غنيمة. سيد الرئيس، الهيئة صدرت في الأيام القليلة الفارطة قرار، القرار الإطاري العام عدد 11 لسنة 2018 يتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار. كي نشوف التاريخ سيد الرئيس نحشم، نقول المرأة هذه اللي ظلمناها وقلنا ما احترمتش ما احترمتش قرار المجلس، نلقاها هي احترمته، حتى كي خرجت قرار البارح خرجته بتاريخ المؤرخ في 29 مايو 2018، لأن خايفة كان يخرج بتاريخ اللي بعد التمديد تولي فما إشكاليات. هذا القرار اللي خرج عنده يومين أو ثلاثة صادر بتاريخ 29 مايو 2018. ما عادش وقت سيد الرئيس باش نحكي شوية توا على جيتي، باش نحكي على قفصة اللي تعيش هذه الأيام احتفالات في كل المعتمديات، وخاصة احتفالات في معتمديات الحوض المنجل. آلاف المواطنين كل يوم أمام مقر الولاية يحتفلون، يشعلوا في الشماريخ في الفلامات، والحمد لله الفوسفات اليوم في أعلى معدلات الإنتاج متاعه. والسبب هذا هو القيادة الرشيدة والحكيمة لسيد والي قفصة،
اللي اليوم مش معنى شعارات بتاع الله واحد الله واحد والسيد الوالي ما كيف واحد، وخاصة بعد الشفافية والحوكمة اللي استعملها في المناظرة الأخيرة مناظرة البيئة والغراسة. سيد الرئيس بترفع شعار مقاومة الفساد، الصورة اللي كنت نصف لك فيها تول جهتي كانت من فوق نقص، لكن لما هبطت لوطة نلقى حاجة أخرى، نلقى هالدخان اللي في بالي تاع الفلامات والاحتفالات نلقى الدخان تاع العجال المحروق، واللي ماشي في بالي احتفالات نلقاها احتجاجات. احتجاجات لأن احنا زولت القيد علينا في قفصر، كل ما تخرج مناظرة وبصير احتجاجات، مش صحيح. وقت اللي خرجت مناظرة شركة فوسفات قفصة شهر ونص التالي وكانت مناظرة نتائجها شفافة وقع احترام هذه النتائج. أما لما المواطن يشعر بالظلم وبالحيز ما نلوموش عليه، شنو قادر يعمل في البلاد؟ الاحتجاجات اللي تعيشها اليوم بولاية قفصة سيد الرئيس هي نتيجة التلاعب بنتائج المناظرة. وبصورة برقية باش نعطيك الناس، عندنا ناس اليوم نشحت في المناظرة سيد الرئيس ما شاركوش في المناظرة، عندنا ناس وقع إقصائها ونتائجها في المناظرة الانتماء السياسي، فما ناس طلعوا تطلع لها أنواع تاع أوراق في النتيجة كي يدخل على الأورديناتور، فما اللي تخرج له حتى شيء حتى معطى في النتائج، يخرج له تم انتدابه بشركة البيئة والبسنة تبقى الاتفاق مسبق، اتفاق مسبق في كونكور. فما ناس عندها 75 سكور ما تنجحش واللي عنده 20 ينجح. علاش؟ اللي عنده 75 اللي متوفرة فيه الظروف، خاطر السكور هذا بالأمور الاجتماعية متوفرة فيه إنه بطال وعنده 12 بطالة في العيلة وعنده نخسروا عليه بالعمدة كلمة نقولوا ما يسور الحال، نكتبوها لهنا لم يتم قبولها لأنه لبس عليه. وعباد أخرى ما شاركتش وتنجح. سيد الرئيس أنا كعضو مجلس النواب الشعب باش نمارس دوري الرقابي وباش نطالب السيد ولي قفصة والسيد رئيس المدير العام مجمع الكيميائي والسيد وزير الصناعة في إطار نفاذ المعلومة كل الوثائق اللي تخص المناظرة، وفي إطار هالحق شكرا. الكلمة للسيد نور الدين البحيري 8 دقائق.